ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة. هلا حقيقة في الكتب التي تناولت هذه الآية ذكروا اسبابا للنزول، انه قال العرب قالوا ان محمدا عليه الصلاة والسلام تحدانا بهذا الكلام وهذا الكتاب، وفيه من وضيع القول اللي هي الذبابة والعنكبوت والفيل والقرد والخنزير وهذا لا يليق بكلام الله، فأنزل الله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعض. فاللي قالها حقيقة كذب، لأن أول شيء ما علمنا أن العرب تقبلت أن هذا تحديا بينهم أبدا، ما كان، ما سمعنا بهذا عن نبينا ولا عن أصحابه. فهم افتروا فريتان ثم استنزلوا لها آية، لاحظوا يعني افتروا فرية التحدي ثم استنزلوا لها آية، فضلوا في الأولى والآخرة. إنما كل ما ورد فيها من أسباب النزول إنه قالت اليهود، قال بعض أهل الكتاب إنه كذا، وقال المشركون، ما صح من هذا شيء. وكونه ما صح، الأصل أن تبقى الآية على استرسالها وعلى تلوها في الكتاب، ما في داعي أن نخرق لها أسباب النزول. فلما كانت إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، عظم الله. هو الله قال في القرآن ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وحقيقة الفرق والفارق بين الرب والناس ما لا يعلمه أحد إلا هو. فبالتالي الناس دون، فبالتالي حتى الأمثال يعني حتى لو رأيتها صغيرة، ليه صغيرة؟ هو من يكلم تبارك اسمه، يعني هو لما كلم أربابا، كلم آلهة، ما هو كلم خلقا وضيعا ضعيفا اللي هم الناس يجهلون ويسرون، فيكلمهم على ما يعلمون. ثم لما انت تستصغر شيئا، ليه استصغرته؟ انت بتستصغر يعني مثل البعوضة، يعني انت استصغرت البعوضة، يعني بتستصغر، طيب استكبرت الجبل. انت هل تعلم ان الجبل اهون عليك من البعوضة؟ ان تصنع جبل اهون من بعوضة. ليش يا شيخ؟ هلا لا هلا من كون يا شيخ، بات فيك الى صحراء وبكون لك جبل. احسن مش بقول لو ان ابن ادم واديا او جبلا من ذهب، جبل تصنع، نجي على الجبل كون ولو بما 20 سنة بدنا كون حتى افعل جبل. انما متى ستصنع البعوضة؟ فانت لما قال استصغرت البعوضة واستكبرت الجبل، لا خطأ شيء، الجبل اهون عليك لعلمك بهذا التكوين، ما تكون جبل لانه ما في مادة حية اصلا، هاي التراب مفعولة. انما لو جينا لك بكل اصول مادة البعوضة، اجمعها بعضها، اجمع جناحها. اثنين، اكبر الله. لاحظ ما اجمل الآية. احنا قلنا انه الله علم الانسان البيان، والله ما سمع للعرب تتكلم فاختار من كلامهم. اختار لنا شيخ من اللي غاب اليوم، ما يعني هو من نفسه هو علمنا البيان. ولاحظ عندنا ذبابة، وعندنا بعوضة، وعندنا في الكتاب نملة، وعندنا ذرة. الذرة يا اخوانا مش الذرة الفيزيائية، نتكلم عن الذرة، النمل الصغير احسن. هو في لسان من نزل الله عليهم الكتاب النمل الصغير يسمى ذر، بدليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام ان الملوك والجبابرة الذين فجروا في الدنيا يحشرون يوم القيامة كالذر يطعهم الناس، والذر النمل الصغير. طيب صلاح اي سمى ذرة، وسمى هذه نملة، ولكل اسم من نفسه حكمة. النمل يا اخواننا على التنمل اللي هو الذي لا يستقر، اصل ما ماله، مش انت بتصير تقول اجرين نملات لانه انت حاسس بتنميل، مش هيك اخوان؟ عدم استقرار، وانت شايف النمل تخرج النمل. هلا الذباب يا اخواننا، الذباب كذلك لنقل واخو النمل في الطيران، كيف نقول مذبذبين، لا اله الذبذبة. فهذا هو حال الذباب. هلا البعوضة من ايه؟ من ايش بعوضة اخوان؟ عشان
فلما بدأ اول المثل من ايه اخده؟ من بعضه. يعني لسه هذا مش يعني لسه من بعضه. يعني حتى لو جئتك مش على هو البعوضة بعوضة هو تكوين كامل. ولكن جعل الله فيه لاحظ من اسمه هو هذا البعوضة انه لسه هذا من بعضة. فيضرب المثل من بعضة لسه من بعض الشيء. لاحظت؟ على اعتبار تبارك اسمه انه مين قال لك انه هذا صحيح؟ ما كل خلقه بكل شيء. يعني هو لو خلق الان يعني تبارك اسمه الان لو اراد ان يخلق ارضا كهذه الارض بمن فيها الان كم ياخذه؟ كن. انتهى. طيب اذا اراد ان يخلق الان بعوضة كم ياخذه؟ كن. يعني الله لو اراد ان يخلق ارضا كارضنا بمن فيها ماها وبحارها وناسها كم ياخذه؟ كن. كوني ارضا بكون كوني بعوضة. فبالتالي الخلق عنده واحد، فهو لا هذه صغيرة ولا هذه كبيرة، كله على امر واحد. ولكن نحن استصغرنا من صغر عقلنا واستكبرنا من صغر عقلنا. واضح اخواننا؟ يعني لما قال لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس، صحيح، ولكن كلاهما على كل. هلا لما خلق في ستة ايام ذلك امره ومشيئته، انما لو شاء تبارك اسمه المجيد لا. الان ما نعلمه لما قال عن نفسه ان الله على كل شيء قدير، هل ان يخلق كونا كهذا الكون اليس هذا من الشيء؟ فبيقول هذا تحت عنوان كن وانتهى. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون.